شرعت وزارة الإسكان اليوم استكمال إجراءات السحب الإلكتروني لمشروع مجمع 609 الإسكاني بمنطقة سترة في إطار برنامجها الزمني لتوزيع 3200 وحدة سكنية إضافية، تنفيذا لأمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. الوزارة قالت إنها ملتزمة ببناء 25000 وحدة سكنية ضمن برنامج عمل الحكومة قبل نهاية عام 2018، والمنبثق عن التوجيه الملكي السامي ببناء 40000 وحدة سكنية. هو من ضمن أبرز المشاريع الإسكانية التي تعول عليها وزارة الإسكان في خطتها لتقليص قوائم الانتظار، فمشروع مجمع 609 بسترة يندرج ضمن الجدول الزمني لخطة التوزيع ل 3200 وحدة سكنية، والتي أمر بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. فرصة سعيدة اللي حصلنا على هذا البيت، ويعني ومستانسين صراحة في هذا اليوم، واشكر القيادة من جلالة الملك ورئيس الوزراء ولي العهد. واليوم جينا وزارة الإسكان وسحبنا على الوحدات السكنية، نشكر جلالة الملك والشيخ خليفة وسمو ولي العهد على تسريع السحب على مشروع سترة. أنا من أهل سترة وحصلت بيت يعني في نفس المنطقة، ناس منطقة سيطرة بين أهلي، أكيد مستانس يعني. وبهالمناسبة يعني أشكر القيادة الرشيدة وعلى رأس جلالة الملك سمو رئيس الوزراء ولي العهد. إجراءات السحب الإلكتروني لهذا المشروع تمت بصورة سلسة وسط استحسان المنتفعين ومن دون أدنى معوقات أو تأخير، بدءا من التواصل معهم للاستفادة من المشروع من أجل الحضور إلى الوزارة وحتى الانتهاء من إجراءات السحب على الوحدات. صراحة شعور لا يوصف، اليوم حصلنا على الوحدة السكنية وأنا وزوجتي وعيالي مستانسين، وأشكر القيادة الحكيمة. أنا من أهل سترة، طبعا أنا سعيد لأن حصلت على وحدة من المشروع، وأشكر القيادة الرشيدة. طبعا أنا حضرت الصبح وتم السحب بمرونة وأكثر سلاسة، ومهدوا لنا كل شيء حق السحب. إجراءات سلسة يعني وايد، وأشكر جلالة الملك وولي العهد على هالمكرمة الجميلة. جاينا نستلم الوحدة السكنية ونشكر جلالة الملك وولي العهد، وإحنا مستانسين وفرحانين باستلام هذا البيت إن شاء الله. الإجراءات إن شاء الله سهلة، ويعني كل شيء متوفر فيها الحمد رب العالمين، ما في أي شيء صعوبة فيها. تأتي هذه التوزيعات الإسكانية لتؤكد مضي الوزارة في تحقيق المنجزات على صعيد الملف الإسكاني انطلاقاً من محاور الرؤية الاقتصادية 2030، والتي اهتمت بتحسين تقديم الخدمات الإسكانية للمواطنين، والتي أكد عليها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء خلال الملتقى الحكومي 2016. سهير عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.